شو عم تعمل انت؟ ناوي تقتلنا يعني؟ ليك بالأخير ما عندي حل غير اني اربطك بالشجرة وحط الأكل قدامك مشان ما بقى تهرب. لك انت مو طبيعي؟ مثل ما بتكون، بس لبقى تخجلوني أكتر. خلاص بتمنى انك تسامحني. شو هالحكي رفيقي؟ انت اكيد بتعرف انه ما عندي اغلى من عيلتي بالحياة كلها. وهلأ شو بدك تعمل مع الدكتور؟ معقول بسببي تفشل كل خططك؟ انت لا تاكل هم، انا بحل الموضوع. بس انت لازم توعدني انه ما تعمل اللي براسك وتروح تسلم حالك. ما في هيك شيء. تأخرنا، يلا لازم نروح على المحل أحسن ما تعصب سلطان. سيهان تعال. نعم. ما فينا نتجاوز ولا تفصيل، اليوم بده يكون كله مثالي. روح غير لهي بسرعه، تحرك. طمني كيف الامور؟ ان شاء الله كله تمام. كله منيح وما في اي مشاكل ابدا. ناز انت منيحه؟ ما رح يجي. مين؟ الشيف. وكتب لا تؤاخذيني. ما بظن يعمل هيك، اكيد قصده شيء تاني. مو معقول ما يجي. دقوا له الشباب وما رد، انشغل بالي. دقيت له انفصلني وبعث لي هاي. شوفي بسيطة روقي، رح حاول دق له وشوف شو صاير، اكيد في عنده تفسير. ما في اي تفسير للشيء اللي عمله. معك حق، بس لازم تهدي شوي. اذا بتريد روح جيب له زهورك. تكرمي. اتفقنا، شوفك بكره. تمام، مع السلامه. شكرا لك. ايش بنام؟ فرات، شو عم تعمل انت؟ كيف يعني ما رح تجي؟ هاد اهم يوم، كيف هيك بتعمل فينا؟ انا كنت مجبور. شلون يعني مجبور؟ كيف بدك تكسب قلب ناز؟ نحن هيك اتفقنا؟ شي بنام، الدكتور هو يلي منعني. كيف هيك؟ ميرزا، حكينا انه اتفاقية الضيوف في مكتب تايلان، وهو فات على المكتب بالليل. شو؟ تايلان قدر يمسكه. مو معقول. وعم يهددني فيه، قال يا المطعم يا ميرزا. وانت كرمال تحمي ميرزا ما اجيت. بالضبط هيك. فظيع هالزلمه، هذا اسمه ابتزاز. عن جد ربط لي ايدي، واكيد ما رح اتخلى عن ميرزا، بس حقدت عليه بزياده وما رح اهدى لانتقم منه. انتبه انتبه فرات، هاد واحد مأذي، لا تعلق معه. اوها. لا 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 تخافي، بدي رد له اياه وخليه يتوجع، ورح يكون هو الخاسر الوحيد. قولي ندام، قيمي التليفون من ايدك واهتمي بشغلك، مو احسن؟ ايه يلا. رح تقلعي عينك بالسيخ. ايه لا تقولي هيك، بتقلب معدتي. هي فرات، مو كان عندك مسابقة اليوم بالمطعم؟ ما ايه صح. شو عم تعمل هون؟ واضح انه صاير مصيبة اختي. ليكي وشه شو حزين. ابني قلي شو صاير معك؟ مو صاير شي، تركت المطعم ورح التزم بدوامي هون. مبين انه عندك كتير هموم ومشاكل. فرات قلي شباك، البنت المتكبرة قلعتك؟ جولي مش حكيت. سيفيل، روحي على الفرن واشتري خبز للمسا ماشي، ومري جيبي عجين كمان. ميرزا وآرجين انتو الاثنين، ودوا طلبيتي عند اللحام.
جوليندام روحي خلصي شغلك على السريع. شو صاير معك؟ ليش كأنك حامل هموم الدنيا كلها على كتافك؟ خالتي ما في شيء، مثل ما قلت لك تركت الشغل وخلص. بتجيب الحظ للمطعم. هيك رح علمك. بسرعة أكتر وما بتقولي كيف رح يطلع، بس لازم تصدقي إنه رح يطلع منيح. تحولت لشيف دغري وبلشت تعلمني. شو عم تعمل؟ عم شوف قوامه، إذا ثبت على الأنف فهو جاهز. لازم روح. لا تروح، قصدي لسه عنا شغل. ما قلت لهم، هنن كتير متوترين فما قدرت خبرهم إنه الشيف تركهم وراح. ناز، أنتي أكيد بتعرفي إنه الشيف فرات ما بيعمل هيك لو ما في سبب كتير قوي. شبنم حبيبتي يا ريت لو تسكتي، لأني كتير معصبة. صباح الخير. شو بكي؟ تفاجأت لأنك إجيت. معقول ما وقف مع خطيبتي بهذا النهار المهم؟ أنتي منيحة؟ في شي مشاكل؟ الشيف ما اجى لهون، فجأة قرر يتركنا بنص الطريق. ما بحب احكي هيك خصوصي انه الوقت ماله مناسب هلا، من البداية نبهتك وقلت لك هذا الشخص ما بينوثق فيه ابدا. بركي في مشكلة منعته؟ مثل شو يعني؟ ما بعرف، يعني
في كتير احتمالات بالحياة، الله يحميه، بس بركي صاير شي وما بيقدر يحكي. رفيتك هي غريبة. كيف عجبك؟ كتير طيب، شكرا لك. فرات ميرزا، دير بالك طالع شو ما هو. اخ يا فرات، انا السبب بكل شيء عم يصير. اخي خلص بقى، شيء وصار وبعدين حاجه تلوم حالك؟ مو شايف حالته كيف سيئة؟ لو ما عملت هالغلط مبارح كان اشترك بالمسابقة وربح واشتغل وورجى الدكتور قيمته على المزبوط. فهم علي، إذا ضليت عم تلوم حالك رح تضايقه أكتر. نحن هلأ لازم نساعده ونفكر برواق لحتى نلاقي حل يناسبه، تمام؟ اتفقنا؟ يلا. ألو، مين؟ ليش عم تحاكيني؟ تمام، أنا جاي. كيف ممكن يكون هذا الحكم ليكي حظنا؟ ما لنا مستعجلين، على مهلنا. أها، نحن مستعجلين وكتير كمان، ماشي؟ اسمعني شيف، يا بتبلش شغل يا بتلاقي حالك واقف على الباب هلا، فهمت علي؟ قبل ما نبلش المسابقة بتحبوا تطلبوا شيء؟ لا شكرا لك. حبيبتي كأنك متوترة شوي، تعالي نشم هوا. كيف بدي اترك الفريق تايلاند؟ لا ما في. في أي مشكلة؟ لا أبدا، كله تمام، رح نبلش التقديم بعد شوي. شبنا رح حاول لهيون، وانتي انزلي شوفي شو الوضع تحت. تمام. كأنه هرب الشيف أول ما سمع كلمة تقييم، هو كان بيضل شايف حاله على طول. هلأ مو وقته ليخلص الشحن، مو معقول حظي. تحملوا ليكني جاي. لك شبكوا، انتبهوا شوي. عمهل عمهل. خدمات، يلا تعوا. ميرال لا بقى تقطعي بطاطا. جوكان شو صار بالجاج؟ ما جهز لسه؟ يلا بسرعة. ايه جاهز. أسروا يلا. يلا جوكان بسرعة. ليكني اجي. أهم شيء الله يمضي هاليوم على خير. ميرال بدي بطاطا بسرعة لو سمحتي. روقوا شوي، اهدوا لو سمحتوا، ممكن احكي معكم؟ الشيف لسه ما اجى. والله بعرف، جاي احكي معكم عن الموضوع، لازم نحاول نضبط اعصابنا ونركز بالشغل. الشيف فرات ما رح يجي. كيف يعني؟ اليوم في مسابقة. بس الشيف فرات ما بيعمل هيك شيء. تمام، لهيك نحن لازم نعمل كل جهدنا لنطلع من هالورطة بأحسن شكل. ايه؟
تمام، كفوا شغل. تمام. بعد عن طريقي، مستعجل، عندي شغل. يلا استعجل، يلا يلا. منيح لف اخيرا. لا تتوتري، على الأغلب مو بس بيهتموا بالأكل، في نظافة المطعم والضيافة، كلهم مهمين. قصدك إنه خسرنا الأكل من هلأ؟ يعني هيك شي. ما بدي أكذب عليكي وزعلك مني، بعرفك واقعية مثلي وأكتر. اضطريت إني خبرهم، كلهم توتر. أنا رح أنزل لعندهم ووقف معهم. وأنا كمان. تفضل أستاذ. حدا يعطيني الليمون. يا ريت يكون كل هذا كابوس، يا ريت. بعتذر كثير بس فجأة وقع. ما في مشكلة بسيطة، منقدم لهم الأطباق الاحتياطية اللي عاملينها. شوفي قولوا. نحن بحاجة للجاج، بس البطاطا على قد وتحضيرها بده شوية وقت. كيف هيك؟ ما في احتياط كيف؟ حياتي يا ريت تروقي شوي، ما بيصير هيك. ماشي رح حل الموضوع، رح جيب الجاج. يلا. اجيت اجيت. ليكني فرات، من وين اجيت؟ خبرك شو وضعنا؟ خلصتوا الوجبه؟ انت شو عم تعمل هون؟ خبرك بعدين، لازم ركز الامور هلا. انت شو مفكر حالك؟ ما بتخجل من تصرفاتك؟ ما عندك احترام؟ اعطيني الصحن. تختفي على كيفك وبتيجي امتى ما بدك؟ اطلع من مطبخي بسرعه هلا. اتركي الشيف يشتغل لو سمحتي. قلت لك روح، ما بتستاهل تكون هون. ناس حبيبتي بترجاكي هلا، مو وقت هالحكي. الناس فوق ناطرين الاكل. تقديم. للأسف الأكل لحد هلأ ماله راكز، الواحد بيزعل على هذا الاستثمار. كتير معصبة، الحق عليه. وينهم؟ حدا يحكي شي؟ وينهم؟
تعال نطلع نشم هوا برا.